يبدأ آدمز يومه كما أشرت بتناول قدح من القهوة، وكثير من الناس يفعلون الشيء نفسه. لقد جربنا التأثيرات الإيجابية لاستهلاك بعض الكافيين بعد الاستيقاظ مباشرة، بل إن بعض الناس لا يمكنهم العيش من دون ذلك أو يخافون أن يجربوا. ويبدو أن العلم يؤيد هذا الاستخدام، فالأبحاث توضح أنه يمكن أن يحسن المزاج ويرفع مستوى أداء العقل ويعزز انتباهه. كلمة موجزة عن القهوة: إذا كنت مثل آدمز واحدا من ملايين الناس الذين يعتبرون شرب القهوة جزءا من الروتين اليومي الذي يلتزمون به، فلعلك اعتدت على فعل ذلك لسنوات طويلة. فإن كان الأمر كذلك، لاحظ أن استهلاكك للكافيين القائم على العادة قد لا يكون هو الاستخدام الأمثل. كن مستعدا للتجريب. إذا كنت في الوقت الحالي على سبيل المثال تستهلك 40 أوقية لتر من البن كل صباح، فلتقلل الكمية إلى 20 أوقية، ثم لاحظ إن كان ذلك له أي تأثير على مستوى طاقتك وقدر انتباهك. يمكنك أيضا أن تتناول قرصا من الكافيين ومعه 20 أوقية نصف لتر من الماء. ومن الأنواع الأكثر رواجا نودوز وفيفارين، وقد تلاحظ أن ذلك يجعلك أقل توترا وأكثر قدرة على التركيز. كثير من الناس يشربون القهوة في الصباح رغم أن ذلك يسبب لهم متاعب في الجهاز الهضمي، فهم يعتقدون أن ازدياد مستوى التيقظ الذي يمنحه الكافيين لهم هو مقابل مناسب للمتاعب الجسمانية التي قد يمرون بها. يجب على هؤلاء أن يدركوا أن الكافيين قد لا يكون سبب المشكلة، فالقهوة المنزوعة الكافيين تتسبب في متاعب مشابهة عند آخرين. إذا كنت ممن يعانون من هذه المشكلة، فيمكنك بدلاً من شرب القهوة أن تجرب مشروبات أخرى بديلة من محفزات الطاقة التي تحتوي على الكافيين، مثل مشروب المتا والإسبريسو والشاي الأسود. ويمكنك أيضاً أن تجرب المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين، مثل شاي الجينسينغ وعصير الرمان، وكلاهما معروف بتعزيز الطاقة. الفكرة الأساسية هي أن تكون منفتحاً على الأساليب الجديدة وأنت تصمم الروتين المناسب لك، فليس هناك طريقة أخرى أفضل من ذلك تمكنك من معرفة أي الممارسات تناسبك. الروتين السابع: هاوارد تشولز وصباحه التحفيزي. لقد اشتريت في الغالب شيئاً من منتجات هاوارد تشولز حتى ولو لم تسمع به من قبل. تشولز هو الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس العملاقة ومقرها سياتل الولايات المتحدة. ستاربكس هي واحدة من العلامات التجارية القليلة التي يبدو أنها محصنة ضد التغيرات في اتجاهات السوق، فهي في نمو مستمر من حيث الحجم، عدد الفروع والأرباح أيضا التي تتزايد عاما بعد عام، بغض النظر عما إذا كان العالم يعاني من انكماش اقتصادي أو يستمتع بازدهار. من السهل أن نرى السبب، فقد أجرت الرابطة القومية للقهوة في الولايات المتحدة دراسة عام 2013 أكدت نتائجها أن 83% من البالغين في الولايات المتحدة يشربون القهوة. وإن جسدي لا يقشعر وأنا أتساءل، كم من الأطفال يفعلون الشيء نفسه؟ فمن المعتاد أن أرى في فرع ستاربكس القريب من منزلي أعدادا من التلاميذ وهم في الطريق إلى مدارسهم في الصباح، وتتمتع القهوة بالشعبية نفسها في أرجاء أمريكا الجنوبية، بل إنها هناك في الحقيقة أكثر شعبية مما هي في الولايات المتحدة. وكما هو متوقع من رئيس تنفيذي متوثب إلى تحقيق النمو المتزايد لشركته ذات الاسم التجاري العالمي، اجتهد شولز بكل حماس كي يجد لها موطئاً لقدم في تلك القارة. ويبدو أن بقية العالم يفضل الشاي على القهوة، لذلك أضاف شولز الشاي إلى خطوط الإنتاج الممتدة والمتزايدة للمشروبات. وعلى حين وجد شولز صعوبة في الامتداد في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فقد حظي بنجاح استثنائي في قارة آسيا، وهو الآن يخطط كي يفوز بسوق الشاي في الصين، وذلك بلا شك إنجاز كبير بكل المقاييس. تهدف تلك السطور السابقة فقط إلى التأكيد أن شولز في غاية الانشغال، فلا بد أن إدارة واحدة من أكبر الشركات ذات الأسماء التجارية الكبرى في العالم وتنميتها يتطلب كثيرا من الجهد الشاق، وليس من المستغرب على نظامه الصباحي اليومي كي يستعد لإنجاز مهامه اليومية. ويرى شولز أن هذا الروتين
يعطيه الطاقة والجرأة العقلية اللازمين لمواجهة تحديات يومه التي لا مفر من وجودها. يستيقظ شولز في 4:30 صباحاً كل يوم، ومن الأشياء التي يفعلها في بداية يومه إرسال بعض الرسائل الإلكترونية التحفيزية لبعض موظفي شركته، إذ يعتبرهم عنصراً جوهرياً في نجاح شركته، لذا يحرص على أن يمنحهم شيئاً من التحفيز الملهم في بداية اليوم. يكرس شولز بعد ذلك ساعة كاملة للرياضة، وبعد أن يتيح لكلابه الثلاثة بعض المشي للتنزه، يخرج في جولة راكباً دراجته. يعود شولز بعد التريض إلى المنزل، حيث يتناول قدحاً من القهوة الفرنسية مع زوجته، ومن ثم ينطلق إلى المكتب. يتوقف شولز لمرة واحدة خلال الطريق، ويكون ذلك عند فرع ستاربكس القريب، حيث يلتقط قدحاً من قهوة دوبيوس بريسو ماكياتو، وهي عبارة عن جرعة مضاعفة من قهوة إسبريسو مع قليل من اللبن. وأخيراً ينطلق تشارلز في طريقه إلى العمل حاملاً قدح مشروبه المفضل الغني بالكافيين. خواطر حول الروتين الصباحي لهوارد تشارلز. سوف تلاحظ بلا شك شيئاً من التماثل بين الروتين الصباحي لتشارلز وبعض أصحاب الأعمال الناجحين من أمثاله. أولاً، هو ممن يستيقظون مبكراً، وهو يستغل ساعات الصباح الباكر في قضاء بعض الوقت المثمر منفرداً، حيث يعمل على بث المشاعر الإيجابية في نفسه قبل أن يواجه تحديات يومه الجديد. ثانياً، يمارس تشارلز الرياضة وقضاء ساعات متجولاً على دراجته، لا ليحافظ على لياقته فحسب، بل أيضاً يشحنه بالطاقة، بينما يساعده على التحكم في مستوى توتره الداخلي. ثالثاً، يقضي تشارلز وقتاً مع أسرته، ورغم أنه وقت محدد إذ يغادر منزله في 6:00 صباحاً، فهو جزء مهم من نظامه الصباحي. إنه باختصار قليل من الهدوء قبل أن تبدأ ضوضاء يومه المعتادة. هناك كثير مما يدعو للإعجاب في الروتين اليومي لشولز. مثلاً، مبدأ تحفيز الآخرين وإلهامهم يمكنه أن يكون فرصة عظيمة لك كي تتدبر بعض المفاهيم التي تلتزم بها، وتستخدمها في منح الناس الذين تهتم بهم بعضاً من التشجيع. وقد يساعد ذلك على تقوية تلك المفاهيم في داخلك وتثبيتها، ومن ثم إعطائك مزيداً من الثقة في استخدامها. الرياضة أيضاً هي واحدة من الملامح الهامة التي يمكن لمعظم الناس الاستفادة منها. ليس ضرورياً أن تقضي ساعة كاملة في التجول بالدراجة كما يفعل شولز، إذ أن تحريك جسمك بأي طريقة ولو فقط لدقائق قليلة يمكنه أن يبعث بالطاقة في جسمك ويضاعف من تيقظ ذهنك. وقد وجدت أنا كما أشرت من قبل أن عدة دقائق من تمارين الإطالة لها أهمية قصوى في مساعدتي على أن أبدأ يومي على أحسن وجه. لا شك أن قضاء بعض الوقت مع أسرتك في الصباح ولو لعدة دقائق فقط هو بداية مثالية لليوم لأسباب لا تحصى. إنه يقوي الروابط العاطفية بينكم ويعزز التواصل، كما يبعد مشاعر العزلة والوحدة، وله تأثير ملطف يمكنه أن يساعدك في مواجهة المواقف المسببة للتوتر فيما بقي من اليوم. تذكرة سريعة: لا شيء مما سبق يعني تشجيعك على أن تتبنى الروتين الصباحية لشولز، وإنما فقط أنصحك كما فعلت مع كل النشاطات التي وصفتها في هذا الجزء بأن تدرس هذا الروتين وتنقب فيه عن أفكار يمكنك أن تضمها في الروتين الذي سوف تلتزم به. إذا وجدت صدى في نفسك لأي من الممارسات التي أصفها هنا، فاختبرها بنفسك، جربها ولاحظ تأثيرها عليك، ثم التزم بها إذا وجدتها مفيدة. فإذا لم تكن كذلك فانصرف عنها. لا تنسى أن الغرض من هذا الكتاب ليس هو أن أصمم روتينا صباحيا من أجلك، بل أن أساعدك في تصميم الروتين المناسب الذي يستجيب تماماً لتوجهاتك ويحقق أهدافك. الروتين الثامن: كاتكول وروتين تحضير الجسم والعقل. تشرف كاتكول باعتبارها رئيسة العلامة التجارية فوكس برانز على عدد من المطاعم ومحال بيع الفطائر والمقاهي المشهورة، ويتضمن ذلك سينابون وسلاتش كيز وأنت أنيانز وسياتل بيست كافي وعدة أسماء أخرى. ليس من المدهش إذن أن تبدأ كول أيامها بنظام صباحي مخطط جيداً، ما دام عليها أن تتحمل مثل هذه المسؤولية الضخمة.
كل في الواقع لديها نظامان وليس نظاما واحدا. الأول مصمم لكي تتبعه عندما تكون على سفر، وهو مرتب ترتيبا دقيقا كي يساعدها في الحفاظ على انضباط أدائها. أما الثاني فهو أكثر مرونة، إذ تستخدمه حالة إقامتها في المنزل، حيث تتاح لها بعض حرية التعديل تبعا لظروفها اليومية. الروتين الصباحي الذي تلتزم به كول وهي على سفر لا يستغرق منها سوى 20 دقيقة، وهي تنفق هذا الإطار الضيق من الوقت كي تجهز عقلها وجسمها للتحديات التي تتوقع أن تواجهها خلال اليوم. تستيقظ كول في 5 صباحا، فتمنح جسمها بعض الترطيب عن طريق تناول 25 أوقية من الماء، بينما تتجول في حجرتها بالفندق وذهنها مشغول بتدبر أمورها لذلك اليوم. تفتح كول بعد ذلك جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها، فتلقي نظرة على جدول أعمالها لترى إن كان فيه أي مقابلات مسجلة أو فعاليات، وتقرأ الرسائل الإلكترونية وتجيب عليها، وتتصفح فيسبوك وتويتر. تطالع كول بعد ذلك المواقع الإخبارية الرئيسية كي لا تفوتها آخر الأنباء، فقد يكون لها تأثير على الأسماء التجارية التي تتولى إدارتها. إن الجزء الخاص بتناول الماء بحسب قول كول يشحذ جسمها بالطاقة، على حين يساعدها تصفح وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة عناوين الأخبار على شحذ ذهنها. تلتزم كول بهذا الروتين بدقة في فترات وجودها بعيدا عن مقر إقامتها. أما الساعة التالية لتلك الدقائق 20 فإنها تختلف من مرة لأخرى حسب ظروف الطقس وحالتها المزاجية. إذا كان الطقس لطيفا تنطلق كول عادة لممارسة رياضة الهرولة لمدة حوالي 30 دقيقة حتى يغمر جسمها العرق، بينما تستمع للموسيقى الإلكترونية الراقصة المفضلة لديها. وتدخل كول أحد المقاهي في طريق عودتها إلى غرفتها في الفندق بعد انتهاء فترة الرياضة، حيث تتناول قدحا من القهوة وتستمتع بجلسة هادئة. أما إذا كان الطقس سيئا أو كانت المنطقة المحيطة بالفندق غير مناسبة، فإنها تبقى بالداخل وتمارس بعض الرياضة في حجرتها، أو تستفيد من الصالة الرياضية بالفندق إذا كان ثمة واحدة متاحة. تتبع كول نظاما أكثر مرونة عندما تكون في منزلها، فهي تستيقظ فيما بين 5:30 و7 صباحا تبعا لجدول مهامها ذلك اليوم، ثم تقضي الدقائق 20 التالية بالشكل نفسه الذي تلتزم به أثناء سفرها: شرب الماء والمشي والقراءة. تتبع كل ذلك بتناول قليل من عشبة القمح والكركم، يليهما أداء بعض حركات اليوغا البسيطة وبعض تمارين الإطالة، وأخيرا تلتقط كول وجبة سريعة غنية بالبروتين بغرض الحصول على بعض الطاقة التي تساندها لبقية اليوم. خواطر حول النظامين الصباحيين لكات كول: ثمة ملاحظتان لفتتا نظري في هذين النظامين. الأولى هي أن النظام الأساسي قصير للغاية ولا يستغرق سوى 20 دقيقة، وهي تجد ذلك كافيا كي يضعها في الإطار العقلي القادر على مواجهة التحديات التي سوف تقابلها في ذلك اليوم ومن ثم التغلب عليها. أرى هنا نقطة جديرة بالملاحظة: إذا كان نظاما صباحيا قصيرا من 20 دقيقة مناسبا لكول التي تدير عدة مشروعات تجارية كبرى، فهو بلا شك مناسب لمعظم الناس، وهذه أخبار طيبة. فإذا كنت عزيزي القارئ متخوفا من فكرة تصميم طقوس صباحية خاصة بك، فلتبدأ بشيء بسيط وقد تجدها مفاجأة تبعث على السرور عندما يتضح لك إلى أي مدى يمكن لذلك الروتين القصير أن يؤثر بشكل إيجابي على حياتك. ثانيا، تعطي كل نفسها الحرية لعمل بعض التعديلات في هذا الروتين الصباحي تبعا لظروفها اليومية. فإذا كان لديها لقاء عمل في 6:30 صباحا فهي تنصرف غير نادمة عن رياضة الهرولة. أما إذا كان لقاء العمل الأول في 9:30 فإنها قد تنام حتى 7 على فرض أنها ليست على سفر بالطبع. أنا شخصيا أفضل الجدول المحدد، ولذلك فإنني مثل جاري فاينتشوك أستيقظ في الموعد نفسه كل صباح، سواء كان الموعد يوما وسط الأسبوع أو في نهايته أو يوم إجازة. إن الطقوس الصباحية محددة لا تتغير كالنقش على الحجر،
وهذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لي كي أظل ملتزما بها. نعم، هذا أنا. أما أنت فقد تزدهر مع مزيد من الحرية، وتجد أن تعديل طقوسك اليومية الصباحية استنادا على جدولك اليومي يجعلك أكثر قدرة على الإنجاز. وأنا أشجعك كما أفعل دائما على أن تجرب وتسجل ملاحظاتك، فهذه هي الطريقة الوحيدة كي تعرف على وجه اليقين ما هو مناسب لك. الروتين التاسع، تشيرل باتشيلدر وروتين الإعداد للقيادة. تدير تشيرل باتشيلدر شركة بوبايز لوزيانا كيتشن، وهي سلسلة تضم أكثر من 2500 مطعم منتشر في أنحاء العالم. وباعتبارها الرئيس التنفيذي فلا شك أن لديها قائمة طويلة من المسؤوليات، من بينها قيادة فريق كبير من الإداريين. باختصار، برنامجها اليومي لا يصلح لأصحاب الهمم الضعيفة. تعترف باتشيلدر بأنها تكره الصباح، وتصف نفسها بأنها من محبي الليل، لذلك فهي تعتبر نظامها الصباحي شديد الأهمية كي يساعدها على تبني توجه إيجابي استعدادا ليومها. وقد صرحت باتشيلدر مؤخرا لمجلة Inc.com بالقول: كي نمتلك الطاقة اللازمة للقيادة، نحن بحاجة إلى أن نكون ممتلئين بالنشاط ومستعدين قبل أن نصل إلى مكان العمل. وعندما ألتزم بطقوس اليومية، فإن نتيجة ذلك على إنجازي طوال اليوم تكون رائعة. تعد الموسيقى واحدا من العناصر الرئيسية في الروتين الصباحي لباتشيلدر، فهي تستمع إليها وهي تقوم بنشاطاتها اليومية الصباحية، وتفضل الموسيقى التي تراها ملهمة لها، وهي تلك التي تماثل الأنماط التي اعتادت الاستمتاع بها في طفولتها. تضم قائمة ما تستمع إليه الترانيم الدينية، أغاني الأطفال، وبعض المقاطع الموسيقية الأخرى التي تذكرها بعائلتها. عندما تكون باتشيلدر على سفر، تحرص على تناول إفطار صحي من البيض ولحم الخنزير المملح وشرائح من خبز الجاودار. أما وهي في منزلها فإنها تفضل الشوفان المطبوخ، وتقضي باتشيلدر جزءاً كبيراً من وقتها في الصباح في القراءة، وذلك يتيح لها الاستغراق لبعض الوقت في تأمل موضوعات مهمة. ترى أن لها دوراً أساسياً فيما يخص موقعها كقائدة، وتكتب باتشيلدر مرة واحدة أسبوعياً على مدونتها، حيث تركز على ممارسة القيادة في سياق خدمة الآخرين، ولديها إيمان عميق بأن القيادة القائمة على مفهوم الخدمة هي أكثر الاستراتيجيات تأثيراً في تحفيز الموظفين على تقديم أفضل أداء. وتعطي باتشيلدر مثل كثير من القادة أهمية كبيرة للقهوة في كل صباح، وهي أيضا تتناول تشكيلة من الفيتامينات للحفاظ على صحتها. خواطر حول الروتين الصباحي لتشيرل باتشيلدر: يعجبني أن باتشيلدر تستخدم الموسيقى كي تتمكن من الدخول في الإطار الذهني المناسب في الصباح، والحق أنني أجد في نفسي صدى لهذا الأمر، إذ أنني أيضاً أستخدم الموسيقى وأصل للنتيجة نفسها، رغم أنني أستعمل نمطاً آخر من الموسيقى لغرض آخر. تملك الموسيقى تأثيراً كبيراً علينا، يمكنها أن تلهمنا وتشحننا بالطاقة وتساعدنا على التركيز وتستدعي بعض مشاعرنا الدفينة. إن لم تكن الموسيقى جزءاً من نظامك اليومي، فإنني أشجعك على أن تجرب وتلاحظ تأثيرها عليك. جرب مثلاً أن تستمع إلى مقطوعة موسيقية على البيانو أثناء القراءة. هل يساعدك هذا على التركيز أم يشتت انتباهك؟ أو استمع إلى موسيقى الروك المفضلة لديك وأنت تمارس الرياضة. هل يجعلك ذلك تشعر أنك مشحون بالطاقة؟ يمكنك أيضاً أن تجرب الاستماع إلى موسيقى ملهمة أثناء كتابة يومياتك. هل يساعد ذلك على جعل الكلمات تتدفق على الورق؟ لقد اعتدت حتى سنوات مضت أن أكتب والصمت يحيط بي، لأنني افترضت أن الموسيقى ستشتت انتباهي، وقد كانت كذلك بالفعل إلى حد كبير. ثم بدأت أحاول أن أكتب بينما أستمع إلى موسيقى الروك أو ما يسمى موسيقى العصر الجديد أو الموسيقى الراقصة أو حتى موسيقى الريف، فلا فائدة، حتى كدت أستسلم للفشل. ثم اكتشفت مؤخرا أن الموسيقى الكلاسيكية، خصوصا المقطوعات التي تؤدى على البيانو، تزيد من حدة تركيزي وتساعدني على مزيد من الإنتاج. فلتجرب إذن، لعلك تعثر على نمط من الموسيقى يتوافق بالضبط مع الأنشطة
التي تمثل لك جزءاً من روتيني كل صباح. يعجبني أيضاً أن باتشلدر تتناول طعام الإفطار كل صباح، وذلك يمنح عقلها وجسمها ما يلزمهما من وقود، يجعلهما جاهزين لمواجهة ما بقي من اليوم. وهي تحرص على أن يكون فطورها صحياً، رغم أنه يختلف في حالة السفر عنه في حالة الاستقرار في منزلها. إذا كنت ممن يهملون وجبة الإفطار، فعليك أن تعيد التفكير في أمر تغيير نظامك الصباحي بحيث يكون لها مكان فيه. لا مانع من أن تدلل نفسك حتى لو اقتضى الأمر أن تستيقظ ربع ساعة مبكراً عن موعدك. إن تناول الأطعمة الصحية في الصباح، ولا سيما تلك الغنية بالبروتين، سوف يشحنك بالطاقة ويساعدك على التركيز، وسوف يحسن أيضاً مستوى التحول الغذائي في الجسم وينظم مستويات الطاقة على امتداد اليوم. الإفطار ذو المحتوى العالي من البروتين سيجعل من السهل عليك أن تتجنب الوجبات الخفيفة الغنية بالسكر، مثل الكعك والمخبوزات على الطريقة الدنماركية وقوالب الشوكولاتة، وكلها أطعمة ترفع مستوى السكر في الدم إلى حد فظيع، وتؤدي بكلا محالة إلى ما يسمى تدهور مستوى الطاقة في منتصف النهار. أما بالنسبة لشرب القهوة، فإنني من الداعين إلى ذلك طالما كانت كمية الكافيين في إطار المعقول. إن المبالغة في استهلاك الكافيين قد تجعلك تشعر بالعصبية، وتسبب لك حرقة في المعدة وتقلصات في العضلات، بل قد تؤدي إلى القلق المرضي. أنا شخصياً أستهلك تقريباً 400 ميلي جرام من الكافيين كل يوم، 200 في الصباح ومثلهم في منتصف النهار. هذا هو القدر المثالي بالنسبة لي. إنني أدرك على كل حال أننا شخصان مختلفان، وقد تجد أنت أن أداءك يكون أفضل عند استهلاكك كمية أكبر من الكافيين أو كمية أقل. لذا فإنني أشجعك كما أفعل في كل مرة في هذا الكتاب على أن تجرب شيئا مختلفا. يمكنك تجربة كميات مختلفة، 200 ميلي جرام بدلا من 400، كما يمكنك أن تجرب أوقات مختلفة من اليوم. مثلا تناول كل الجرعة اليومية من الكافيين في الصباح بدلا من تقسيمها إلى شطرين. يمكنك أيضا أن تجرب أنواعا أخرى من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، القهوة مثلا بدلا من الإسبريسو. أنا شخصيا أفضل الأخير. لاحظ أن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر، والطريقة الوحيدة لكي تصل إلى التوازن المناسب وتستفيد منه الاستفادة القصوى هي بإجراء بعض التجارب وملاحظة مدى تأثيرها عليك. إن التأثير اليومي لباتشلدر يمنحها القدرة العقلية على التحمل والطاقة اللازمتين لمواجهة التحديات التي تتضمنها إدارة شركة عالمية تملك سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة. ولا شك أن ذلك شيء جدير بالاعتبار، وأنت تصمم روتين الصباح المناسب لك. الروتين العاشر، ريتشارد برانسون وصباحه ذو الطاقة القصوى. ريتشارد برانسون هو رائد الأعمال المثالي، ورغم أنه يرأس واحدة من أكبر كيانات دنيا الأعمال في العالم، ذا فيرجن جروب، فهو لا يزال يحتفظ بروح ريادية لا تنطفئ. لقد أسس في سبعينيات القرن العشرين الشركة التي ستصبح يوما ما المنظمة التجارية العملاقة فيرجن جروب، ويعد هذا الكيان اليوم تكتل شركات كبير يشرف على أكثر من 400 شركة منفصلة تعمل في مجالات متعددة، من السفر والترفيه إلى الرعاية الصحية والفضاء الجوي والاتصالات. ولقد لعب برانسون دورا محوريا في إطلاق كل هذه المشروعات تقريبا. لا شك أن برانسون لديه شغف عميق ورؤية، فمن الصعب أن ينشئ المرء مئات الشركات ويحولها إلى مشاريع ناجحة من دون التمتع بهاتين الصفتين، غير أنهما فقط ليستا كافيتين لمساعدة برانسون في مواجهة التحديات اللانهائية التي تواجهه أثناء اليوم. ليس من المستغرب إذن أن يعتبر برانسون أن الروتين اليومي الذي يتبعه له دور محوري في نجاحه. يتكون الروتين الصباحي لبرانسون من 3 ممارسات أساسية: 1- الاستيقاظ مبكرا، 2- الرياضة، 3- قضاء بعض الوقت مع الأسرة. يبدأ برانسون يومه في تمام 5 صباحا كل يوم، وهو يؤكد أنه بطبيعته من محبي الاستيقاظ مبكرا، ويرجع قسطا كبيرا من قدرته على الإنجاز إلى هذه العادة. يقول برانسون على مدونته:
لقد تعلمت بعد 50 عاما من العمل في مجال الأعمال أنني إذا استيقظت مبكرا فيمكنني أن أنجز قدرا أكبر في يومي وبالتالي في حياتي كلها. يركز برانسون على ممارسة الرياضة بمجرد استيقاظه من النوم، وهو يشعر أن النشاط البدني ليس فقط يشحذ ذهنه وإنما أيضا يعزز طاقته. وقد صرح برانسون في حوار إعلامي عام 2013 بقوله: لا شيء يفوق هرمون الإندورفين الذي ينتج عن تدريبات اللياقة وذلك القدر الهائل الذي يندفع في الجسم معها. وتأخذ الرياضة عند برانسون أشكالا مختلفة تبعا لموضع إقامته ولحالته المزاجية، فهو في بعض الأيام يستمتع بلعب التنس ويفضل في أيام أخرى ممارسة السباحة أو رياضة الهرولة أو التزلج الشراعي. يقضي برانسون بعض الوقت مع أسرته بعد انتهائه من ممارسة الرياضة، وهو يشعر أن ذلك يضعه في حالة عقلية مفعمة بالصحة تمكنه من مواجهة تحديات اليوم المتعلقة بإدارة أعماله. خواطر حول الروتين الصباحي لريتشارد برانسون. كما لاحظت عزيزي القارئ في هذا الجزء من الكتاب، فإن كثيرا من الشخصيات الناجحة التي استعرضنا طقوسها الصباحية يبدأون يومهم في الصباح الباكر، ومعظمهم يفعل ذلك بهدف زيادة قدرتهم على الإنجاز، وبرانسون ليس استثناء من ذلك. أضيف إلى ذلك تأكيده على أهمية القصوى للنوم، خصوصا لأولئك الذين لديهم جدول عمل مكدس بالمهام. كتب برانسون على مدونته: النوم له أهمية قصوى في حياة الإنسان المثقل بالأعباء، وأنا أحاول أن أحصل عليه في أي وقت وفي أي مكان، خاصة عندما أكون مسافرا بالطائرة. نستخلص من ذلك أنه رغم استيقاظه مبكرا من النوم كل صباح، فهو حريص على ألا يبخل على نفسه بالنوم لفترة كافية. هل من الضروري أن نستيقظ في الساعات 5 صباحا؟ تحت هذا العنوان أعلنت في هذا الكتاب أن الاستيقاظ مبكرا ليس له قيمة كبيرة في حد ذاته. إذا قررت أن تكون ممن يستيقظون مبكرين، فيجب أن ينبع ذلك من رغبتك في تحقيق أهداف محددة. انظر تحت عنوان أهمية وجود القصدية. يجب أن تستيقظ وأنت على استعداد لتوجيه بعض الجهد لتحقيق أهدافك من ذلك اليوم. يسمح الاستيقاظ مبكرا لبرانسون ببداية مبكرة ليومه، وهو بلا شك يصير قادرا على أداء مهام أكثر مما لو تأخر في موعد استيقاظه. غايته إذن هي مضاعفة قدرته على الإنجاز. أما ممارسة الرياضة فهي حجر الزاوية في نظامه الصباحي اليومي، وهو يشعر أنها تملأ عقله وجسمه بالوقود اللازم لهما وتحد تركيزه، وهي كذلك تجعل برانسون يشعر بالحيوية. وأنا أجد لهذا الأمر صدى في نفسي، ورغم أنني أقضي وقتا أقل منه في ممارسة الرياضة في الصباح، فإن التمارين التي أقوم بها تملأني بالطاقة. إذا وجدت أنك تشعر بالخمول أو تشوش الذهن عند استيقاظك، فجرب أن تخرج لتمارس بعض المشي السريع أي الهرولة، أو قم بأداء تمارين الضغط 10 مرات أو تمارين القرفصاء 5 مرات. ينبغي أن تفعل شيئا لتحريك جسمك، وأعدك أنك سوف تشعر حينئذ بأنك في قمة نشاطك وصفاء ذهنك. ويرى برانسون أن قضاء وقت مع أسرته في الصباح يضعه في حالة عقلية تسودها الإيجابية، وهو يثمن ذلك التأثير الذي يساعده على التعامل بفاعلية مع مهام اليوم. إن لم يكن من عادتك أن تقضي الوقت مع شريك حياتك وأطفالك في الصباح، فإني أقترح عليك أن تبذل شيئا من الجهد كي تفعل ذلك، ولو فقط كي تلاحظ تأثير ذلك على توجهاتك بقية اليوم. ولا شك عندي أنك سوف تشعر بمزيد من التفاؤل والثقة. لا تقلق إن لم تكن قادرا على أن تخصص ساعة كاملة لأسرتك، فالأمر لا يحتاج أكثر من دقائق قليلة، وسوف تجد لهذه الدقائق تأثيرا جوهريا على تفكيرك فيما بقي من اليوم، وذلك التأثير سيمكنك من أن تصل إلى النغمة الصحيحة ليومك كله. أفكار أخيرة حول استخدام الروتين الصباحي. من المؤكد أن لديك القدرة على تغيير حياتك بنفس الطريقة التي أثرت قراراتك السابقة في ظروفك الحالية إلى حد كبير، فستؤثر القرارات التي تتخذها من الآن فصاعدا على ظروفك المستقبلية، وهذا يمنحك القوة لأنه يعني أنك في موقع السيطرة.
عليك أن تقرر كيف تقضي صباحك. هل تريد أن تضغط زر الغفو مرارا وتكرارا؟ وفي النهاية تسحب نفسك من السرير وأنت تشعر وكأن حافلة صدمتك؟ أم تريد أن تقفز من سريرك مليئا بالطاقة والشغف؟ هل تريد تضييع ساعات الصباح في مشاهدة التلفزيون والتصفح على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم تفضل أن تبدأ صباحك بنشاط وتضاعف إنتاجيتك بصورة هائلة؟ القرار يعود لك تماما. إذا كنت ملتزما بإنشاء روتين صباحي يهيئك للنجاح خلال اليوم، فإنني أوصيك بالقيام بأمرين الآن. أولا، اكتب في ورقة التزامك بالروتين ونيتك وهدفك الذي تود أن تحققه. قم بلصق الورقة في مكان ما تراها كل صباح. لا داعي لأن يكون الكلام معقدا ولا بليغا. في الواقع كلما كانت الكلمات أبسط كان ذلك تأثيره أفضل، وهذا مثال على ذلك. أتعهد بإكمال روتين الصباحي اليوم لأنني أريد أن أكون أكثر ارتياحا واسترخاء. ستؤدي كتابة التزامك وهدفك إلى تركيز انتباهك وتوضيح ما تريد تحقيقه، وفي الوقت نفسه فإن رؤية أهدافك مكتوبة في ورقة أمام عينيك كل صباح ستحفزك على بدء الروتين الخاص بك. ثانياً، ابحث عن شريك لك في الروتين، حيث تكون وظيفته أن يساعدك على التمسك بالتزامك. سيسألك أو ستسألك يومياً عما إذا كنت قد أكملت روتينك الصباحي. ستميل أكثر للتمسك بروتينك إذا كنت ستخبره أو تخبرها أنك نجحت أو فشلت في ذلك. بعد بضعة أسابيع لن تحتاج إلى التزامك الكتابي ليكون بمثابة محفز، ولن تحتاج إلى شريكك في الروتين. مع التكرار المستمر سيصبح روتينك الصباحي جزءا لا يتجزأ من يومك، مثله مثل تنظيف أسنانك. لكن في البداية عندما تتبنى هذه العادة يمكن أن تكون الوسيلتان لا غنى عنهما. حان الوقت الآن لتقرر ما إذا كنت تريد أن تعيش حياة استثنائية كل صباح. لديك كل الأدوات التي تحتاجها لتحقيق هذا الحلم. يسعدني أن أسمع أخبارك وأنت تبتكر روتينك الصباحي وتقوم به وتعدله حسب جدولك اليومي. تواصل معي في أي وقت لتخبرني عن تقدمك وشارك معي تحدياتك. نبذة عن الكاتب. ديمين زهار يادز هو لاجئ عمل بشركات كبرى وعانى لسنوات طويلة من اجتماعات غير ضرورية ورسائل لا تلقى ردا من زملاء العمل وبيئة عمل مليئة بالتوتر، ثم قرر أن يعمل لصالحه بشكل مستقل، واليوم أصبح رائدا مؤسس لمدونة فن الإنتاجية artofproductivity.com. بالإضافة إلى كونه مؤلفا لمجموعة كبيرة من الكتب حول إدارة الوقت والإنتاجية، في أوقات فراغه يستغل موهبته في كتابة وتحرير إعلانات حملات التسويق بالمحتوى التي تطلقها الشركات التجارية الأسرع نموا في الوقت الراهن لجذب الزبائن. يعيش ديمون في جنوب كاليفورنيا مع زوجته الجميلة الداعمة له وكلبهم اللطيف، وهو حاليا متشوق لعيد ميلاده 50.